بداية حتى نكون منصفين. طبيعة هذا التوازن، أولا السيد السوداني يؤمن بمبدأ التكامل، ومبدأ التكامل في العمل السياسي هو واحدة من أهم أسس نجاح لأي دولة. نحن نتحدث عن يعني اشرح لنا مبدأ التكامل. مبدأ التكامل نعم، يعني ما بدأه السيد مصطفى الكاظمي في إقامة علاقة متوازنة مع الجميع، وجعل العراق أن يكون ملتقى إيراني سعودي من خلال أكثر من 8 لقاءات. نعم. هذا أسس في مرحلة بداية، بمعنى هذا أطفاء المخاوف التي كانت تأتري أي جهة. وأنا أعتقد في السياسة يجب تخلق حالة من التوازن. نعم. اليوم من مصلحة كل دول المنطقة، أنا أقول أن يكون هنالك علاقة قائمة على نزع فتيل الأزمات، لأنه منطقة الشرق الأوسط تمثل قلب العالم من حيث الموقع جيوستراتيجي، وكذلك تمثل أكبر مكامن للطاقة في العالم. حينما نأتي إلى مقدرات إيران النفطية التي تبلغ باستطاعتها تصدر 5 مليون برميل نفط، مع السعودية 10 مليون برميل نفط، مع العراق ما يقارب 4.5 مليون نفط، مع بقية دول الخليج، مع الغاز، بمعنى هذا نحن نتحدث عن محركات توربينية في تصدير الطاقة. نعم. ولذلك أنا أقول موضوع نزع فتيل الأزمات بعيدا عن المواجهة هو يكاد يمثل جزء من استراتيجية السيد السوداني، لأنه أدرك أن أي محاولة لأن يكون لطرف على حساب طرف يكون الضحية العراق، وبالتحديد المواطن العراقي. طيب ليش اكو انتقادات داخلية؟ يعني هو موضوع الانتقادات هو خليني يعني ليس